السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول الأوروبية القوية، وهي منحة مقدمة من الحكومة الرومانية. تمام، خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المنحة. هي منحة الحكومة الرومانية وبيطلق عليها اختصار MFA، تمام، اللي هي مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية. بالنسبة للدولة هي رومانيا زي ما وضحنا. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، جميع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي متاح ليهم التقديم، يعني سواء أنت من دولة عربية أفريقية آسيوية بتقدر تقدم على هذه الفرصة، ولكن لو أنت شخص معاك الجنسية الأوروبية غير متاح ليك التقديم، وده بيخلي نسبة القبول أكتر. أولا لأنها منحة حكومية، والمنحة الحكومية معروف إنها بتقبل أعداد كبيرة جدا وبتاخد من كل دولة عدد كبير. تاني شيء كده عدد الدول، يعني الدول العربية مع الدول الآسيوية تمام مع باقي الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ده يعني بيخلي عدد كبير يتقبل في المنحة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها هذه المنحة، المنحة دي موجهة لجميع المراحل الدراسية سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، يعني لو انت حابب تدرس اي مرحلة من هذه المراحل، سواء مرحلة ما بعد الثانوية البكالوريوس متاح، ماجستير او دكتوراه متاح، ولو انت في اخر سنة من المؤهل الدراسي الحالي بتاعك، يعني على سبيل المثال انت مثلا دلوقتي في اخر سنة من درجة البكالوريوس وعايز تقدم لدرجة الماجستير متاح، بتقدم بكشف درجات السنين السابقة او السنة الاخيرة. فلو انت في اخر سنة من المؤهل الدراسي الحالي بتقدر تقدم على السنة اللي بعدها، يعني بتقدر تقدم على انك تدرس درجة دراسية جديدة للسنة اللي بعدها. اهم شيء انك تتخرج قبل اغسطس 2021، لان الدراسة في هذه المنحة بتبدأ في اغسطس 2000 او بتبدأ يعني في سبتمبر 2021، ولكن هما بيقولوا ان لازم الشخص يتخرج قبل يعني في حلول اغسطس 2021، تمام، ده لو هو كان في اخر سنة من المؤهل الدراسي الحالي. طيب بالنسبة للتمويل المقدم في هذه المنحة، المنحة دي بتغطي كافة المصاريف، يعني الرسوم الدراسية بتكون على حساب المنحة، انت ما بتدفعش اي رسوم دراسية خالص. طبعا عارفين ان الدراسة في الدول الاوروبية بتكون غالية جدا، فرسوم الدراسة هتكون بالمجان. كمان توفير الاقامة مجانا، هيكون الاقامة السكن وما الى ذلك هيكون مجانا على حساب المنحة. كمان هيتم توفير مصروف شهري، في مصروف شهري بجانب الاقامة بجانب رسوم الدراسة، دي بتقدر تستخدمها في طبعا احتياجاتك الشخصية وما إلى ذلك. تعتبر الرسوم دي أو تعتبر المصروف ده شوية يعني مش كبير، مش مصروف شهري كبير مقارنة مع منح أخرى. فبالنسبة لدرجة البكالوريوس بيتم توفير 65 يورو فقط شهريا، يعني أنت بتاخد من المنحة دي 65 يورو شهريا، وبالنسبة لدرجة الماجستير 75 يورو شهريا، وبالنسبة للدكتوراه 85 يورو شهريا، تمام؟ فتعتبر الراتب اللي بيقدم في هذه المنحة راتب ضعيف نسبيا، ولكن في رومانيا أو في الدول الأوروبية بشكل عام بيمكنك العمل بمعدل 4 ساعات يوميا، وتستطيع من خلال ذلك توفير باقي مصاريفك إذا أردت العمل. يعني لو أنت مثلا ال 65 يورو دي مش هتكفيك، هو طبعا السكن هيكون مشمول وما إلى ذلك، بس لو 65 يورو أو ال 75 أو ال 85 مش هيكفوك، ممكن أنت تقدر تشتغل بارت تايم بجانب الدراسة بتاعتك، سواء في العطلات الأسبوعية أو سواء عادي في الأيام الأسبوعية، بمعدل 4 ساعات يوميا، وبكده أنت بتوفر دخل إضافي ليك. وطبعا ريت العمل في الدول الأوروبية بيكون ساعة العمل يعني بتتحسب بمبلغ كويس، بيكون من حوالي 9 إلى 10 يورو في الساعة الواحدة، فبالتالي أنت ممكن تقدر توفر في اليوم الواحد مبلغ كويس جدا بجانب الراتب الشهري، تمام. كمان إن تأشيرة رومانيا، التأشيرة الدراسية اللي انت هتاخدها رومانيا، بتسمح ليك بدخول باقي كل دول أوروبا مجانا، يعني انت لو معاك تأشيرة رومانيا بتقدر تخش ألمانيا مجانا من غير تأشيرة، بتقدر تخش سويسرا، النمسا، كل هذه الدول الأوروبية بتقدر تخشها بالمجان وتتجول فيها بدون أي مشكلة، تمام كده. فده بالنسبة للتمويل والمميزات اللي بتقدمها المنحة. طيب عندنا بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، المنحة دي متاح فيها تخصصات كتير، ويجب الالتزام بأحد هذه التخصصات، تمام. طيب عندنا زي الزراعة موجودة، تمام، عندنا زي الصحافة، عندنا زي السوشيال اند هيومن ساينس العلوم الاجتماعية، عندنا البترول، عندنا الطب البيطري، كل هذه التخصصات متاحة انك تقدم عليها.
ولو انت مثلا تخصصك على سبيل المثال، يعني مثلا واحد عايز يدرس مانجمنت او تخصصه مانجمنت، تمام، اداره، وهو مثلا مش لاقي تخصص الاداره هنا، بتقدر انك تقدم على تخصص قريب منه، مفيش مشكله، يعني مش شرط انك تقدم على نفس تخصصك. على سبيل المثال لو انت مثلا درست مانجمنت وعايز تاخد تخصص اخر متاح، زي مثلا بوليتيكال اند ادمنستريتيف ساينس متاح، جورناليزم مثلا متاح، في تخصصات متشابهه مع التخصص بتاعك ممكن انت تقدم عليها، تمام كده؟ فمش شرط انك تقدم على نفس تخصصك لو تخصصك مش موجود. ده بالنسبه للتخصصات المتاحه. طيب الجامعات المتاحه في المنحه دي، طبعا زي ما قلت لكم المنحه دي حكوميه، ولما تسمع كلمه منحه حكوميه يعني مشارك فيها جامعات كتير، او مشارك فيها بمعنى اصح معظم جامعات رومانيا. طيب تعال نشوف الجامعات المتاحه، تيجي تضغط على كلمه هنا دي عشان يفتح معاك الملف اللي فيه الجامعات المتاحه، تمام، هيفتح معانا ملف بي دي اف فيه كل الجامعات المتاحه. دي قائمه الجامعات، وجانب كل جامعه هتلاقي الموقع الرسمي ليها، يعني مثلا دي University of بوخارست، هتلاقي جنبها اللينك بتاع الجامعة موجود هنا، تمام، تقدر تخش عليها. وكل جامعة من دول انت بقى بتشوف الجامعة المناسبة ليك وبتختارها وبتقدم عليها، تمام. ولكن اهم شيء انك لما تيجي تقدم على الجامعة، يعني لما تيجي تختار الجامعة، انك تختار تخصص من التخصصات دي، يعني ما تروحش تختار جامعة وتروح مختار تخصص مش موجود من التخصصات دي، لا، انت محدود بالتخصصات دي، ومتاح ليك انك تختار اي جامعة من الجامعات دي. واضح كده؟ طيب خلينا دلوقتي نتكلم بعد ما شفنا الجامعات المتاحة على شروط التقديم. بيقول لك يجب على المتقدم لدراسة البكالوريوس أو الماجستير ألا يتخطى 35 عام، يعني لو أنت هتقدم على بكالوريوس أو ماجستير ما تعديش 35 سنة، سنك ما يكونش أكتر من 35. لو أنت هتقدم على دراسة الدكتوراه يجب إن سنك ما يعديش 45 سنة، تمام؟ دي الشروط الخاصة بالتقديم. طيب لغة الدراسة، من المميزات بقى اللي في المنحة دي ان مش مطلوب منك لغة انجليزية ولا اي شيء. المنحة دي بتعطيك سنة تحضيري للغة، بمعنى انك هتدرس باللغة الرومانية، تمام، وهيتم اعطائك قبل الدراسة. على سبيل المثال مثلا انت تدرس 4 سنوات بكالوريوس، هتاخد قبلها سنة دراسية للغة، هتاخد قبلها سنة لتعلم اللغة الرومانية عشان تدرس باللغة الرومانية التخصص الأساسي بتاعك. فأنت مش مطلوب منك لا شهادة لغة رومانية ولا شهادة لغة إنجليزية ولا أي شيء، أنت هتاخد سنة لغة تحضيري تدرس فيها اللغة، تمام كده؟ طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم، خلينا نبص بقى على الأوراق كده ونشوف إيه التفاصيل الخاصة بيها. أول حاجة حضرتك في نموذج خاص بالمنحة الرومانية، في ملف بي دي إف لازم تملاه، تمام؟ وأنا حاطط لكم فورم الملف هنا، تمام، يعني الملف حطه في اللينك ده، هتيجي تضغط على كلمة من هنا عشان يفتح معاك الملف، هيفتح معاك في صورة بي دي اف. طبعا ممكن عادي يعني هو موجود على الموقع الرسمي اللي هنشوفه بعد شوية، موجود في صورة وورد او بي دي اف، تقدر يعني تستخدم اي طريقة في الكتابة، تمام، سواء انت عايز تكتبه بخط الايد او وورد مفيش مشكلة. هنا بقى ده الملف ده لازم تملاه، تمام. الملف ده من المميزات انك ممكن لو عايز تملاه باللغه الفرنسيه، تمام، او اللغه الانجليزيه متاح، تمام، متاح باللغتين. فهنا مطلوب منك تكتب الاسم، اسم العائله، تكتب الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، تاريخ ميلادك، كل البيانات اللي فوق دي هي بيانات شخصيه، تمام، الحاله الاجتماعيه بتاعتك، رقم جواز السفر، كل هذه الاشياء بتكتبها، عنوان الحالي بتاعك بتكتبه، تمام. بتيجي بقى في الاكاديميك كواليفيكيشن اللي هي المؤهلات التعليميه بتاعتك، تمام. في الجزئيه دي انت بتحط المؤهل الدراسي الاخير او المؤهل الدراسي الحالي. على سبيل المثال مثلا انت عايز تدرس بكالوريوس، يبقى انت المفروض هتكتب بيانات الثانويه العامه. انت عايز تدرس ماجستير، يبقى انت هتكتب بيانات البكالوريوس، هكذا. يبقى بتكتب الخلفيه التعليميه بتاعتك سواء السابقه او الحاليه. هنا بقى في الجزئيه دي ستادي بروجرام، اللي هو اختيار البرنامج اللي انت عايز تقدم ليه والجامعه اللي انت عايز تقدم ليها في رومانيا. انت هنا في جزئيه الاندر جراديت اللي هي البكالوريوس، ماجستير اللي هي الماستر الماجستير، والدكتوريت اللي هي الدكتوراه، تمام. معاك التو اوبشن، معاك اختيارين، ممكن تحط جامعتين وتخصصين، تمام كده. فبتيجي هنا بتختار التخصص، بتكتب التخصص اللي انت عايزه من التخصصات دي، تمام، يجب ان هو يكون واحد من دول، وبتكتب الجامعه اللي انت عايز تقدم ليها، وبتكتب لغه الدراسه، تعمل صح على اللغه الرومانيه انك هتدرس باللغه الرومانيه، تمام كده. طيب وهنا بيقول لك يعني لو انت بتعرف لغات تانية ضيفها، يعني على سبيل المثال لو انا بعرف اللغة العربية نيتف فيها هي لغتي الأم، بكتب مستواي في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، دي حاجات إضافية للغات تانية انت بتعرفها، تمام. هنا ده مجرد شرح بقى، يعني ده كله شرح على باقي الأوراق المطلوبة. وهنا بتيجي بتكتب تاريخ اليوم اللي انت عملت فيه الملف، بتوقع، تمام،
وهنا برضو بتوقع على الديكلاريشن دي اللي هي يعني الموافقة على شروط المنحة، بتوقع عليها. وهنا دي مكتوبة بطريقتين، هتلاقي هنا باللغة الإنجليزية وهتلاقي هنا باللغة الفرنسية. بتقدر تكتب يعني بتقدر تختار أي لغة منهم أو أي جزئية منهم، سواء باللغة اللي أنت حاببها، وتمضي عليها وتكتب التاريخ، تمام كده. فده بالنسبة للملف الخاص بالمنحة. طيب هنا بقى تاني حاجة، بعد لما بتملى الملف بتجهز نسخ من الشهادات الدراسية التي تم الحصول عليها. يعني على سبيل المثال انت هتقدم على البكالوريوس، يبقى لازم يكون معاك شهادة الثانوية العامة، او لو انت في اخر سنة من الثانوية العامة يبقى هتجهز شهادة السنة التي قبلها، وهكذا. وتكون الشهادة دي باللغة الانجليزية او الفرنسية او الرومانية، تمام، او اليونانية. فمتاح بكذا لغة انك تعمل الشهادة دي. فطبعا بالنسبة لدول المغرب العربي زي المغرب والجزائر وتونس وليبيا والدول دي، طبعا لو الشهادة عندك باللغة الفرنسية انت مش محتاج ترجمة ليها، خلاص. ولكن الشهادة بأي لغة غير اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الرومانية يجب ترجمتها. كمان مطلوب منك نسخة من أوراق شهادة الثانوية العامة. هنا يعني الشهادة دي شهادة تخرجك اللي فيها المجموع النهائي، وفي حاجة اسمها كشف الدرجات. كشف الدرجات ده بترفقه لوحده. وفي في مصر بيكون شهادة كشف الدرجات مع شهادة التخرج، يعني نفسها بتكون ورقة واحدة. فأنت خلاص مش مطالب منك إنك توفر ورق كتير، هي بس بتوفر ورقة واحدة لو كان كشف الدرجات ممزوج أو في نفس الشهادة بتاعة التخرج، تمام كده. كمان مطلوب منك نسخة من شهادة الميلاد بتاعتك، وتكون مترجمة للغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الرومانية، تمام. كمان مطلوب نسخة من أول 3 صفحات من جواز السفر، لازم يكون الباسبور موجود معاك، وتصور أول 3 صفحات، تمام. كمان مطلوب منك سيرة ذاتية، سي في. والسي في هم محددين ليه شكل معين لازم تعمله على الشكل ده، وانا حاطط لكم شكل السي في المطلوب. هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي عشان يفتح معاك الشكل المطلوب للسي في. ده الشكل المطلوب للسي في على برنامج اسمه اليورو باس، تمام. فانت مطلوب تعمله بهذا الشكل، وتكتب كل التفاصيل، تكتب بياناتك، مؤهلاتك، كل شيء تكتبه، وتعمل السي في على الطريقة دي، بتتسمى الطريقة الأوروبية، تمام. طيب دي بالنسبة للأوراق المطلوبة. طيب كيفية التقديم بقى للفرصة دي؟ الفرصة دي التقديم ليها مفيش ابلكيشن اونلاين. حضرتك بتقوم بالذهاب الى السفارة واخذ نموذج الترشيح، تمام. في نموذج بتعطيه لك السفارة، يعني الجهة المسؤولة في بلدك اللي هي سفارة رومانيا في البلد اللي انت مقيم فيها حاليا، بتروح لها وبتعطيك نموذج ترشيح، بتملأ هذا النموذج، تمام، وبتجمع الاوراق اللي احنا قلناها هنا، تمام، وبتقوم بتسليمها الى السفارة. يعني بتاخد النموذج، النموذج ده بيكون فيه رقم للطلب، انت بتاخد الرقم ده وبتملأ النموذج اللي هم يعطوه لك، وبتجهز معاه الاوراق دي، وبترجع مرة تانية، تمام، وبتعطيها للسفارة الرومانية. على سبيل المثال لو انت في مصر بتعطيها للسفارة الرومانية اللي في مصر، لو انت مثلا في لبنان يبقى السفارة الرومانية اللي موجودة في لبنان، وهكذا، تمام. فده بالنسبة لكيفية التقديم، مفيش ابلكيشن اونلاين. طيب اخر موعد للتقديم، يتم تحديد الموعد النهائي للتقديم بواسطة كل بعثة دبلوماسية، بمعنى ان ده بيعتمد على سفارة رومانيا الموجودة في بلدك. مثلا الديدلاين او الموعد النهائي للمنحة في سفارة رومانيا اللي موجودة في مصر هيكون مختلف عن لبنان، هيكون مختلف عن المغرب، ولكن اختلاف في الايام هيكون اختلاف بسيط، لان الماكسيمم يعني الموعد النهائي لكل الدول هو 15 ابريل 2021. في دول ممكن تعمل الديدلاين قبل 15 ابريل، ولكن كله يعني لازم تكون السفارات بتاعت رومانيا في كل دولة استلمت الأوراق بتاعتك بحلول 15 ابريل 2021، تمام كده. فده يعتبر أقصى موعد للتقديم في المنحة. طيب أنا هنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للفرصة أو الإعلان الرسمي للمنحة. هتيجي تضغط على الأوفيشال أدفيرت، ده الإعلان الرسمي، هيفتح معاك الإعلان الرسمي بالشكل ده. ده موقع وزارة الخارجية الرومانية، تمام، وده ده الموقع الرسمي بتاعهم، بتاع إصدار التأشيرات والإقامات وما إلى ذلك. وهنا ده الإعلان الرسمي للمنحة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الرومانية، وهنا هتلاقي كل التفاصيل. هنا هتلاقي الملفات اللي أنا ملف التقديم اللي أنا وضحته هنا، كل شيء هتلاقيه موجود في هذا الموقع، تمام. فتقدر تطلع على كل التفاصيل أيضا من الموقع الرسمي. كده يبقى انا وضحت المنحة كاملة وكل تفاصيلها بالاوراق المطلوبة بالشروط بالمميزات بكل شيء. فان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. وطبعا ما تنسوش ان احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة او منحة انت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح،
في خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الأوراق بشكل عام للتقديم في أي منحة، ورابط استمارة كل خدمة هتلاقوه موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأوا رابط الخدمة اللي انتوا عايزينها واحنا بنتواصل معاكم بنرتب معاكم كل شيء. فإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.